معلمك؟ يا أهلين بالأبو ضاي. على قد ما بسألك بتجاوب، معلمك وينه ولا؟ نزل على السوق يجيب شوية مونة. لك كأني بعرفه لا أبو ضاي. وأنا شايفه. يا لطيف تنظم لك هذا عايش، مو معقولة لك طالع من أمره ولا بسبع رواح، الله أكبر. شو؟ استبيتوا على شور؟ قل أعوذ برب الفلق. شو شايف إبليس يا مفتاح؟ دير بالك على حالك ها؟ قلتلك تنتين بحملك يا هون. بس المرة سماح. عفيت عنا. الله أكبر عليك. لساتك عايش أنت؟ رجع لورا ولا؟ هاتو. رجع. رجع بالله. رجع بالله. رجع. بدر الله. بدر الله. خلاص الله. يلا جوان. امشي. روح. السلام عليكم اخي اسامه. السلام. شلونك اخي؟ ماشي حالي. إيه الحمد لله. في حدا من المعلمين جوا؟ ايه كلهم جوا. الله كتر خيرك. داعي داعي. السلام عليكم اوي. وعليكم السلام. علي عمي كوكي، شلونك يا طيب؟ من الله الحمد لله. سمعت لي على الخبريه؟ لا والله ما سمعت شيء. عم يقولوا ابو عبدو رجع لحاره المادنه. قالوا ابو عبدو الكواوي. ابو عبدو النجس، شو ما عاد عرفته؟ وكل الله، شو عم تحكي انت؟ اصبح ما ادري. هل عم تحكي على الحق؟ اشهد بالله انه رجع. شو انا عم امزح معك يعني؟ تعريف. اذا حكيك مزبوط بيكون رب العالمين استجاب لدعاء شيخي. كيف يعني؟ ما فهمت عليك. بيكون ربك تاب علي ومشي الحال. بعدين بفهمك. شلون شايف لي حالك هلأ؟ أرنب. مثل ما عم قل لك أرنب. فكركم خلصتوا مني؟ لك أنا أبو عبدو وأبو حمزة. أبو عبدو! شو؟ تمك في حكي؟ شو بدك تجو هيك؟ هات لنزل لك هالجام هات. تفضل. عم تبزي على اسيادك يا كلب. وحياة اللي خلق الكلاب. لا خليك تعوي. الله وكيلك يا شيخي. اذا بينترك لا يمحق حارة المادنة محق. ببوس ايدك فلتني عليه. ببوس ايدك. لك وحده اللي خلقك عاد. شيخنا عم يقول لك الحكايه بدها تروي لك. ما بينترك الكواوي، ما بينترك. اسالني الي. لك هذا انجس من خنزير. اذا لامه خلص عليها شو عم تستنى منه؟ شو قلت شيخي؟ كانه نحن ما بنعرف لك ابني. كانه ما بنعرف. ما بيقصد شيخي، الله وكيلك ما بيقصد. طيب لايمتى؟ انا طوق امرك، بس انت قل لي لايمتى اتركه؟ منتظر اشاره. اشاره صغيره. وبإذن رب العالمين بتروح وبتجيب النتيجة يلي بترضي ربنا. هدي هدي حالك شوي. الله أمرنا بالصبر. ونعم بالله. بأمرك شيخي بأمرك. هلأ المهم نخلص الدز. حاكم هذا أبو عبد النجيس ما حدا بيقدر عليه غير جماعته. معلوم. هي عندي. شلون عندك؟ أنت قده؟ لك نادر؟ تعال شو؟ اللي فرزاك. هلا بتعرف انت وين هي المغارة شيت الشيخ عبد الجليل؟ ايه لك بعرفها، مو هي اللي بجبل 40؟ عفارم عليك. انت يا بضاي لما خرطي؟ لا يا فرزاك، انت جربني وشوف. نادر،
انت صرت رجال من رجال الحاره وبدنا نعتمد عليك في هالشغله. ها ابشر عمي لعيونا. اسمع لقلبي، بدي فوت. طلع لبرا، بدنا نشوفه. لك عم بقول لك طلع لبرا، ما في حدا يفوت على الحاره. السلام عليكم. وين طالع ولا شلون؟ شلون شو في؟ شو ما سمعت؟ عم بقول لك وين طالع. ليش من امتى بيسالونا لوين طالعين؟ من هالتكه ومن اليوم ورايح لا حدا بيفوت ولا حدا بيطلع من هذا الباب الا لحتى نعرف لعند مين وشو بده يعمل برات الحاره. فوت انشر لي هالفرمان بالحاره، فوت. يلا حلي من خلقتي. خيو انا بدي انزل على الجيران على عين الكرش، بدي اجيب شويه خضره. معلومك الحال واقف. كل شي صفي بجرن البستان حط ايده عليه الزعيم، يعني ما صفي شي ببلاش. الزعيم؟ انو زعيم يا ابي؟ شو ما تريد؟ ابو عبده هو الزعيم من اليوم ورايح، وهي كمان برملياع شباب الحاره. يلا حلي من خلقتي. حلي. هلا ابو عبده صار زعيم الحاره وحط ايده على السداد كمان. لك يا حلي. ما اقول لكم انا رح اروح واعمل هالشغل بايدي. عمي انت ما بتقدر تركض، انت بتطلع معنا. نادر هو اللي بيعملها. شلون عزمتك نادر؟ نار وحياتك نادر قد وقدود. اسمع لك، اول ما بتشوفنا يحميك. المهم انتوا لا تطلعوا لحتى تشوفوا بعد عن الباب. يا دير دير بارك هذا معك ان شاء الله. ماشي عمي. الله معك. يا رب. وراك لا تخاف. شو لا صوص؟ انا ما قلت لك ما تجي لهون، شو جابك؟ صوص واحد مثلك، وثاني شيء هسه هيك بدي اطلع. الي هي ولا؟ لك ايه الها، لك هلا خيالها، هسه هيك بدي اطلع. شرف اطلع شو؟ شرف اطلع. بركي رجليك بدي حملك ياهو. لك سيدي بدي اطلع، بدي اطلع وارجيني مراجلك. لك حريمي ورجيني اياها. انا حريمي ولا؟ انا حريمي. سمي على روحك والله لا خلي امك تبكي عليه. وين ولا؟ وين؟ طلاب المعلوم. ايش المعلوم سيدنا؟ ايش المعلوم؟ لا تاخذ وتعطي، كل شيء معك هاته. يلا الشهيد الله من جمعه ما استفتحنا. استفتحت ولا ما استفتحت بدك تناولني المعلوم وقبل ما تنام. عم تفهم ابو يوسف؟ عم تفهم درميل؟ أهلين بأسيادنا. يا سليم سليم رجال. الله يعطيكم العافية. يعطيكم العافية يا شباب. الله يعافي قلبك يا أمير. أهلين سليم. السلام عليكم. يا خير حاجات. أهلا بشيخنا. والله ما حدا بيقوم يا رجال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شرف جنبي. الله يتقبل منك يا سيدنا. ومنك يا سيدي. تقبل الله شيخنا. منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. جعزكم المأذي ما هيك؟ إيه ما بي إلا يشلحنا عينك عينك ونسكت له. إيه بجوز الحديث؟ معلومكم يا سيدنا إنه الحارة ما عاد فيها رجال، صار بقى لازم نلاقي لنا شي دوبارة. عليم الله لو إبليس مو هيك. وحده الله يا رجال، هي نحن سلمكم. كفو يا ابن الناس، بس باينتوا هذا أمر بده يطول وبده رجال من أهل الحارة. لعيونك بعون الله نحن اولاد الحاره، واللي بيصير عليكم بيصير علينا. احكي له شيخي. اسمعوني يا اخوان، صلوا على رسول الله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. عبد الكريم والواوي حضروا حالكم. شبيك لبيك والف طلب مثل هذا يا سيدي. شو نويتوا سيدنا؟ لازم نفك أسر الدز أول شيء. ليش الدز لساته عايش؟ شو هالحكي يا أبو خالد؟ وبعدين شو بدنا نساوي يا مولانا؟ بده يجي لعندي لهون، وفي رجال هو الوحيد يلي بيقدر يوصله. أيوة. وأنا مستنظر رجعت شهران ومأمون. شو هالحكي سيدنا؟ الله يكون بعون شهران، وما حدا بيعرف شو أحواله هلا غير الله. على كلين بدكم تصبروا لكم شوي، وبعد منها بيجي الفرج إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. يعني نصبر على الظلم يا شيخي؟ الله ما قالها. احكوا لكم شو كلمة يا شهر؟ أبخاري؟ أبكري؟ إيه هيك راية ربك، على التصغيرة ومن بعدها بيجي الفرج. يلا توكلوا على الله. يا رب. يا رب. يلا السلام عليكم شيخي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. الله معكم يا رجال. السلام عليكم شيخنا. مع السلامة. السلام عليكم شيخ قوي. الله معكم يا رب. ميسرة إن شاء الله. هالحكي ما بيجوز بنوبي يا أبو عبدو. والله ما بيجوز. ليش ما بيجوز شيخنا؟ قال لي ليه ما بيجوز؟ بعدين مين قالك إني أنا طالب فتوى؟ أنا بعمل اللي براسي، يلي عجبه عجبه، واللي ما عجبه ما عجبه. الجرن كانت مستورة منه خلايا الله، حطيت إيدك عليها ظلم. حتى الحلابة اللي كانت عم توزع الحليب ببلاش يوم الجمعة للي مو قدران يدفع حق حليب كمان حطيت إيدك عليهم. تخنت تخنت كتير. وبدكم تدفعوا راس كل شهر المعلوم، شو رأيكم؟ إيه لا هيك ما عاد يمشي معنا الحال. شو تفضلتوا يا بي؟ إيه والدز صار له فترة غاطت أبو عبدو، وينه؟ صرفته، واللي بيلعب بديله بلحقوا فيه. صرفته؟ قوموا يا بي قوموا. يا رب. قوموا يا رب. عادل. ايه معلم. براس الشهر بلش لم المعلوم. ماشي يا ابو عبدو بامرك انا. لا ما عاد ينسكت بنوب بنوب. شو هالحكي هذا؟ وشنا على المدار عند الشيخ عبد الجديد. ايه هو كسالي. قال صرفه للدز بده ياخذ اتواه. ما خسر. ما فشل. فشل بعينه.